عيني علي فوق كتفه هموم جبلين. الراجل الهندي ده بيعاني من حالة اسمها هيمي هايبرتروفي او هيمي هايبربلازيا، ودي حالة نادرة جدا بتصيب 2 من كل 100,000 مولود. الحالة بتسبب ان ناحية واحدة من الجسم تكبر اسرع من التانية، ومش شرط الناحية كلها، ممكن جزء منها، زي حالة الراجل الهندي ده اللي دراعه اليمين بيوزن اكتر من 20 كيلو جرام. تخيل تبقى ماشي طول اليوم وفي 20 كيلو محملين على جنبك اليمين، طبعا مأساة. ده انت بتبقى شايل شنطة الظهر وفيها لابتوب وكتابين وبتحس ان ظهرك اتقطم، ما بالك في الحالة دي. طبعا الحالة دي بتحصل نتيجة خلل في الجينات بتاعة الخلايا اللي في الجزء اللي بيكبر اسرع من باقي الجسم. والراجل ده بيحكي ان في الاول كان مولود وصابع الابهام بس هو اللي كان اكبر من باقي دراعه، لكن مع مرور الوقت بدا باقي دراعه يكبر لحد ما وصل للشكل ده. وطبعا هو عايش متشرد بسبب ان محدش بيرضى يشغله بسبب شكله، وانه مش هيقدر يعمل الشغل كما يجب بدراعه الشمال بس. وهو نفسه بيتكلم ويقول ان كان ممكن يعيش حياه طبيعيه زي اخوه واخته لو ما كانش انصاب بالمرض اللعين ده، وكان زمانه بيكسب قوت يومه من شغله عادي بدل ما هو بيعتمد على التسول وانه يترجى الناس انها تشفق عليه وتديله فلوس يجيب اكل ولا سجاير. ولما حالته اتعرضت على الاستشاريين قالوا انه هيحتاج تدخل من تخصصات كتير زي جراحات التجميل والمخ والاعصاب وغيرهم عشان يعملوا عمليه ضخمه ممكن تكلفه ما يزيد عن 2 مليون دولار امريكي. وقال انه مستعد يعمل اي حاجه وينزف الدم والعرق والجهد عشان يحقق ده، بس للاسف ده حلم مستحيل بالنسبه له. فالحمد لله على نعمه الصحه والعافيه، وكفى بها نعمه. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير.